السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير على كل الأطفال والشباب اللي معانا، صباح الخير على كل المواهب. وبرحب بالأساتذة الضيوف اللي معايا، برحب بالشيخ أحمد محمود خاطر القارئ المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، أهلا بك يا دكتورة. وبرحب بالشاعر أستاذ أشرف عبده البنا عضو اتحاد كتاب مصر، وبشكرهم طبعا على تلبيتهم لدعوة الحضور معانا لدعم المواهب الشابة اللي معانا ودعم الأطفال كذلك. هنبدأ البرنامج بتاعنا عبارة عن مسابقة، المسابقة هتبقى للأطفال والكبار، وبنديهم فرصة كويسة للمساحة الصوتية إن هم يظهروا فيها. ونبدأ بالشاعر خالد هيكل. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. اهلا اهلا بيك يا استاذ. حضرتك هتقدم لنا ايه النهارده ان شاء الله في البرنامج زادرين معانا؟ ان شاء الله هقدم قصيده شعر اسمها وحشتيني. اتفضل. قصيده من عاميه. قرار بعدك على عيني، اسير الجرح من يومها، جروح قلبي بتشكيني، بخبي الدمع في عيونها، حكايه الموت دي موت تاني، أسير الذكرى في كفنها. قرار بعدك قرار موتي، لكنه أساسي في القصة، بداية القصة من الأول، كلام في كلام بيجمعنا، بنحكي كلام بدون معنى، بتحكي لي كتير عنها وإن دموعها في الداخل ومين في الدنيا يسمعها. سمعت صراخها وبكاها ووقت الضحك وياها، كأنه ساعاته بتعدي، لكن والله ما بيدي. حفظت هزارها ودموعها، مفيش في الدنيا من نوعها تهزر تبكي أوجعها، خففت الظل وبتضحك ساعات تلاقيها تتجنن وتضحك ضحك هستيري وتطلب أكل متأخر، لكنه القلب ما بيقدر، بحب جنانها وتأثر ونص كلام يتكسر، ونفس كل طلباتها ولاقي حياتي تتلون باللون البمبي في حياتها. أشوفها تعدي من الشارع، أطير من الفرحة واتنطط وأعيش في عيونها والضحكة لحد خيالها ما يعدي، يدوس بالإيد على قلبي يخف النبض ويهدي. ساعات في السكة نتقابل، فتحكي لنفسي عن يومها، فلاقي عيوني دي بتلمع وحبل الصبر يتقطع، واتمنى القلب لو يرجع يخف في نبضه من تاني، بتوه وياها وانساني، واشكي السكة لو تخلص واتمنى نعيدها من تاني. قررت في يوم أقول إني غريق في الحب من شوشتي، لقيت الرد كفيل إني أشد في شعري واتخانق. قالت لي ساعتها حبيب قلبي أخويا النونو روح قلبي وجاري وكل ما أملك، أختك أنا وروح عمرك، بلاش تكتب كلام عني، بلاش في السكة تخسرني. سكت وقلبي بيخبط، وفضلت ساعتها متلخبط، أفارق حد حبيته أو أحب في حد مش ليا، مفيش في النية أخوية، بحبك حب ومش عادي، فتحت جروحي بإيديا ورغم الجرح ما قدرتش أسيبك وانسى أيامك، بقرب لسه ما بعدتش، لقيتني في قربي بتعذب، كتاب الحزن مترتب، مفيش في فصوله طول فصلك، قرار البعد كان فاشل، مع أول حرف من اسمك ألاقي القلب بيملك ويكتب لك ويرجع تاني يسمع لك، ورغم عذابي والحرقة ضحكة بس تشفع لك، وأقول لك عادي يكفيني نسيم الحب من قربك. تعبت في كتر ما بحاول أغير وشي غير وشي، فقلت لنفسي هتعامل بكل الأسوأ مع جرحي، واسيبها تروح بعيد عني، خلاص جرحي زهق مني، قرار البعد كان مني، قرار بعدك على عيني، حكيت القصة من الأول عشان إنك وحشتيني وحشتيني وحشتيني. جميل 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 يا دكتور خالد. أنا ممكن أقول حتة من الفصحى صغيرة برضو، يعني من اللحظات الشعورية برضو اللي كتبت عليها القصيدة. كتبت حتة من الفصحى اسمها أهيم بعشقها. أهيم
أهيم بعشقها صبحا وليلا على قدر المحبة في هواها، فأقتل نوم عيني إن أتاني، وأسكن في نعيم إذ أراها. فكل الكون إن غابت جحيم، فأي جناننا ظلت سواها. تميل على جبال الحزن فيا، فترحل بعد فرح قد محاها. كأني لم أكن يوما كئيبا، كأن العشق يشرق من ضحاها. قلوب العاشقين إذا تغنت، فقلبي بعشقه حقا سقاها. وظلت وحدها بين الثنايا، تطوف بكل عزم قد أتاها. شكرا. جميل جميل يا دكتور خالد، متميز في الشعر العامية ومتميز أيضا في الفصحى. رأي حضرتك طبعا يا أستاذ أشرف؟ رائع. عامية ومتميز جدا في العامية فعلا. العامية عنده مفردات جميلة قوي، القصيدة متماسكة موزونة، بس عايز أطلب منه أقدم الجديد. هي الفكرة مستهلكة شوية، بس أنت اشتغلت عليها كويس، بس في العامية أنت كويس. برافو. ومعاك إن شاء الله بإذن الله مع المتسابق التاني، هناخد الطفل يوسف جمعة. ويوسف هيقدم لنا أنشودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أهلا بك يا يوسف، تفضل. تفضل عرف نفسك وقول القصيدة. أنا يوسف محمد جمعة، داخل في الإنشاد، وهقول مولاي صلي وسلم دائما أبدا. تفضل يوسف. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. وخير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا ربا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة.
يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلاة الله علي. أحسنت يا يوسف في اختيار الأنشودة وأحسنت في التنوع فيها ورأي حضرتك يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله أداء متميز صوت جميل بس عايز يعني شويه حيويه شويه عشان طبعا يكون الناس تتفاعل معاه. هو صوته هادي كده في شجن. لا هو صوته ممتاز ما شاء الله يعني في تميز في الصوت في نبراته في التنقل بين المقامات ما شاء الله عليه. عنده حضور كويس حضور ذهني ممتاز. تمام. عنده الايقاع بتاعه ما شاء الله برضه ممتاز يعني حافظ الانشوده بتاعت الاستاذ مهرزين. برضه الصوت فيه يعني زي دفء. صوته دافي وكويس يعني مشروع منشد ان شاء الله ان شاء الله وحبه 10 على 10 وعنده برضو الحضور الذهني في الـ في الـ في الاداء النغمي كويس وعنده ثبات ما شاء الله عليه يعني عند حضرتك تعقيب يا استاذ اشرف ان شاء الله. هو جميل من كل النواحي اللي قال عليها شيخنا بس انا بلاحظ عند ما بيجي يطلع النبره بتطلع من مناخيره وما بتطلعش من زوره طبعا عنده برد ممكن يكون برد انت اللي تقدر تقيم عنده برد والتكييف برده مؤثر عليه وبرده السفر والاجهاد وبعد كده هو عايز تمرين النفس الاول ازاي ياخد نفسه ازاي عشان يبدا التوتر برده يا استاذ شيخ احمد هو اعصابه مش متوتر هو ثابت ما شاء الله عليه وسابق ولكن هو بس يعني. ياخد نفس المفروض ياخد مناخيره ويكتم بقه عند النفس هو مشكلة الخيشوم دي بتتحل أظن مع الأطفال متأخرة شوية مع التمرين بس هو عنده برد مع التمرين بس هو ما شاء الله هو حافظ على نفسه بحيث ما طلعش في الـ في الـ في الدرجات بتاعت السلم الموسيقي وما رفعش صوته عشان هو عايه عشان ما يتوش من المقام يعني طبعا فهو ربنا يحميه ويبارك في عمره ما شاء الله عليه ما شاء الله أحسنت وأبدعت أحسنت ألف شكرا واحنا عايزين زيادة كمان وعايزين يعني ارتقاء إن شاء الله أحسنت يا يوسف ما شاء الله موفق إن شاء الله موفق. ألف شكرا لك يا يوسف مش اتفضل مع المتسابق الجديد بلال حماده وبلال هيقدم قصيده يعني شبه نثريه كده عن حب مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي بلال حماده فاروق. هقدم النهاردة قصيدة عن حب مصر. لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف به ولا شفنا عمرنا نور غير لما قمرك جه وفضلت رمز الأمان والناس ملقياش وطن وزرعت جمح وغيطان وغلبت كل المحن اوقف انتباه يا زمان مصر الأبية اهي لكانوا يعرفوا ألف ولا كانوا يعرفوا به لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف به ولا شفنا عمرنا نور غير لما قمرك جه وفضلت رمز الأمان والناس ملقياش وطن وزرعت جمح وغيطان وغلبت كل المحن أوقف انتباه يا زمان مصر الأبية أهي لكانوا يعرفوا ألف ولا كانوا يعرفوا به الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا اسمك في حناجرنا واغانينا وهتافنا لا تعبنا يوم السفر ولا كلم وجدافنا الدفه لو مالت نعدلها بكتافنا مصر اللي نغشت حجر وعلمتكوا العد مصر اللي جيشها عبر مصر اللي بنت السد لا تعبنا يوم السفر ولا كلم وجدافنا الدفه لو مالت نعدلها بكتافنا شكرا.
جميل جدا يا بلال، حضورك رائع وأدائك مميز جدا. حضور رائع وإلقاء جميل، بس أنا عايز أسأله دي كلام مين؟ هشام الكهف. برافو عليك. عشان ما نبخس حقه بقى قبل ما نيجي نلقي، نقول أنا هلقي قصيدة للشاعر هشام الجخ عشان ما يختلطش الأمر مع البعض إن هي تكون من كلماتك، ما حدش هيصدق لأن هي قصيدة. لا هو قايل إن هي إلقاء شعر مش تأليف. إلقاء. مش ده اللي أنا عرفته. لا تمام. هو إلقاء. تمام، بس أنت رائع، ليك حضور جميل، وبعدين مناطق الصوت عنده في الحروف لما بيجي يخرج عارف كل حرف رايح فين. مش برافو عليك، بالتوفيق يا حبيبي، اشتغل على نفسك كتير. ومع المتسابق الجديد ان شاء الله الطفل ويس احمد. ويس هيقدم فقرة عن اغرب معلومات عن الحيوان الاسد، وهتبقى فقرة شبه التعليق الصوتي كده. اهلا بيكم في قناة الصحة والجمال، انا اسمي ويس احمد، عندي 8 سنين. النهاردة هتكلم عن اغرب معلومات عن الاسد. الاسد رمز للشجاعة والقوة، مخلوق ضخم واشهر الحيوانات البرية على الاطلاق، بيظهر في البرامج التلفزيونية والوثائقية انه القائد البطل اللي بينظم كل شيء في الغابات. وصيته وتجاوز من افلامه وجايساته بالراحة، خد نفسك بالراحة. الأسد بيعيش من عائلات السنوريات أو القطاطيات، بس الفوق المدهش في الموضوع إنه ولا أكبر كت في العيلة ولا أقوى كت في العيلة، في عضو تاني بيتفوق عليه في النقطتين دول، ألا وهو النمر. النمر أكبر من الأسد في الحجم وأقوى منه كمان، وده على عكس الاعتقاد الشائع بين الناس. النمر يقدر يقتل الأسد لو دخل معاه في معركة مباشرة، قدراته القتالية أكبر من الأسد بكتير، بل النمور أكثر ذكاء من الأسود، والنمور عموما بتمتلك كتل عضلية أكبر من اللي بتمتلكها الأسود. طب طالما النمر قوي كده، لما يبقاش هو ملك الغابة؟ الحقيقة بتكمن السبب الطبيعة الأسرية الخاصة بكل حيوان منهم، بأن الأسود بتطرد بشكل جماعي، أما النمور بتقوم بالمطاردة بشكل فردي، والأسود هو ده اللي بيخليها أقوى من غيرها. والأسد هو الحيوان المفترس اللي على الأرض الوحيد اللي بيعيش حياة اجتماعية زي البشر. الأسد بيعيش حياة اجتماعية بيتكون عليها اسم الزمرة، بيتكون عادة من أكتر من 30 فرد، والإناث هي اللي بتتولى مهام الصيد لأنها أصغر من الأسد في الحجم وأسرع منه كمان. الأسد كسول للغاية، ما بيعملش أي حاجة غير لو مضطر، ولولو إنه بيحس بالجوع والعطش ما كانش أمن مكانه. الأسد بيقضي 21 ساعة في النوم والاسترخاء، طول الوقت قاعد على الأرض، يا إما نايم بيمدد جسمه أو نايم. الأسد حيوان أما بيكون بيعيش في قطعان بتحتوي على جواميس من الأفريقية، يطلع يتسلق أحد الأشجار ويطلع ينام فيها، والجواميس الأفريقية لو لقيته نايم على الأرض في أمان الله يجوا يخبطوه بقرونهم ويطلعوا يجروا، على أمل إنه ما يكونش هجم عليهم قبل كده ولا حاجة، بس هم بيكونوا عارفين إنه ممكن يهجم عليهم في أي وقت، هجمة دي علام أمل إنه يتجنبه. وده ما يمنعش برضك إن أحيان الأسود بتاكل بعض عشان تريح دماغها، تاكل بيض بعض الزواحف أو الطيور أو الأسماك أو حتى بيض النعام. والأسود أي نعم الأسد ملك الغابة وبيترأس القمة الغذائية، بس ده ما يمنعش إنه بيتعرض لهجوم من حيوانات تانية كتير. الفيلة هي أكتر الحيوانات اللي بتهاجم الأسود، إما دفاعا منهم على القطيع أو أن أماكن ما اللي بيستقروا فيها. والضباع برضك بتهاجم الأسود علشان تاكلها، بس ده في حالة لما يكون في كمية ضباع قدامه أسد وحيد، وقتها بيستغلوا فرصة ويبادروا بالهجوم. أما لو ظهر منهم ليهم حد تاني من زمرة الأسود بيطلعوا ويجروا. الأسد ما بيصطادش خالص، مهام الصيد كله قائمة على الإناث. الأسود بيبقى فيه من 4 ل6 إناث هما اللي بيتولوا مهام الصيد بالكامل.
وهم على هو الأسد. تمام، شكرا يا أويس. رأي حضرتك فيها أستاذ أشرف؟ هو أولا جريء على الميكروفون، يعني جريء على المايك، في شجاعة في أداء، بس تأكيده للحفظ وإن هو حافظ خلاه يسترسل قوي، يعني هو مش واخد نفس، متوتر، مطلوب إن أنت أهدى من تاخد نفس وتبقى هادي، ما حدش هيخطف الميكروفون منك، هو بتاعك، يعني أنت حدش هيجي يشده، فأنت خليك هادي، خد بالك، تقف عند نقط معينة، يعني أنت قلت جملة أو عبارة تستحق الوقف بنقف عندها، في عبارة تستحق الاسترسال، ولكن في المجمل يعني برافو عليك. المعلومات اللي قلتها النهارده عن الاسد يا قويس رائعه، كانت جميله. احنا اول مره نعرف ان الاسد حيوان كسول، جديده علينا، والاناث هي اللي بتصطاد. اتبسطت من حته الاناث اللي بتاكله دي. عند حضرتك تعقيب يا شيخ احمد؟ هو التعقيب مفيش تعقيب، بس هو ما شاء الله ممتاز برضه، زي ما قال استاذنا كده، ربنا يحفظه ويبارك فيه استاذ اشرف، الله يكرمك. برضه الرزانه عشان خاطر على التوتر، وبرضه لازم برضه يتعلم ازاي يمسك المايك، ازاي ياخد نفسه، ازاي يسترسل، ازاي يقف. برضه سيادتك برضه تبقى يعني استاذتنا في دي وصايا منشدين بقى، ف ان شاء الله عشان برضه يبقى اللقاء بتاعه جميل، ويبقى المعلومه توصل للناس يعني في ابهى صوره ان شاء الله. هو ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه وربنا يحفظ ذاكرته. اللهم ان شاء الله. شكرا يا ويس. شكرا يا ويس. شكرا. ومع المتسابق الجديد ان شاء الله الطفل انس طارق. انس هيلقي برضو انشوده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انت نور الله فجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أنس طارق محمود، وهقدم أنشودة ليا نبي سلام عليك لمهر زين. أنت نور الله فجر، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلى عليك يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شكرا لك يا أنس. تعقيب حضرتك يا شيخ احمد؟ خليك سامع. ما شاء الله أنس كويس، اول شيء طبقته كويسه جدا، اختار الطبقه اللي تناسب صوته. الشيء الثاني اللي انشوده عليه شويه، فهو اختار المكان اللي هو صوته يستريح فيه. بكر عنده حضور ما شاء الله كويس، عنده لقاء جميل، ولكن برضه هي السرعه هنبطئ فيها شويه، وبرضه لازم برضه في نفس، لازم توجيه في ازاي يلقي، ازاي ياخد النفس بتاعه، ازاي يسترسل، ازاي يقف. الشيء بعد كده دماغه حلوه،
وعنده برضو تنقل بين الكلمات كويس جدا، بس برضو هنرجع للسرعه يعني بطء ان شاء الله. واحسنت. هو التوتر برضو الكاميرا هو التوتر اللي برضو دور فعال في الاخفاق، بس مش في كله يعني. هو لو قال مثلا جملتين وقفنا شويه وجملتين وقفنا شويه برضو هيبقى كويس واحسن من كده ان شاء الله، بحيث يعني الرهبه تروح عنده. عند حضرتك تعقيب يا استاذ اشرف؟ ده مولانا لا يا استاذنا انت الكل في الكل، الله يبارك فيك. كل الملاحظات فعلا اتفق معاه تماما يعني. الله يبارك فيك يا استاذ. تمام، شكرا. شكرا ليك يا انس. احسنت يا حبيب قلبي، موفق يا رب. ومع الشاعره الشابه نادره وجيه. ونادره هتقدم لنا قصيده باللغه العاميه هي تاليفها والقائها. صباح النور، ازيك يا نادرة؟ هقول قصيدة عامية. عرفي نفسك الأول. أنا نادرة وجيه، عندي 20 سنة. أنا نادرة وجيه، عندي 20 سنة، من المنصورة لكن مقيمة حاليا في بورسعيد. هقول قصيدة عامية بعنوان غريق في بحر بايع. أصبحت غريق، أصبحت غريق في بحر بايع، بريء في زمن ضايع، زمن مهما نسيت الحزن يقولك راجع، راجع تاني وتالت ورابع، ما انت نصيبك فيا واجع، وتعيش حياتك وحيد، وكل ما تفوق ترجعلك الذكريات من جديد، والقلب كل يوم معاها يموت، ما هو القلب مش حديد، القلب والله بيحس باللين والشديد، قلبي يشتهي الموت عكس عقل معاه عنيد، ومن غير حتى ذرة من الشفقة رميتوني في عمق كبير الوجع، سبتوني اوجعوا وزيدوا وكسروني، بس ما ترجعوش تلوموني، كل فعل ليه رد فعل، وانتوا اللي ظلمتوني، وانا بديلكوا التصريح اوجعوني، كل فعل ليه رد فعل، وانتوا اللي ظلمتوني. تعبنا بنتعب، وازاي ما يزيدش تعبنا، في النهار نضحك والليل يظهر وجعنا، والاصعب من التعب عدم وجود سندنا، ندور وندور ولا نلاقي غيرنا، ومين يشيلك غير نفسك، ما هو ده زماننا، هو ده وجعنا، هو ده نصيبنا. تمام، شكرا ليك جدا يا نادرة، القائك هايل وادائك جميل. مع تعقيب حضرتك استاذ اشرف. اولا احنا لما نيجي نتكلم عن النص هنمسكه من اوله، من اول العنوان. العنوان عتبه النص حقيقي، العنوان كبير قوي على القصيده اللي قلتها. القصيده فيها مفردات كويسه، فيها صور رائعه برضو، فيها حبة وجع كويسين من اللي بيعجبوا الناس، وانا عارف اشتغلت انت على ايه. فيها وجع كتير يا استاذ اشرف. اهتمي قوي، هي الموهبة موجودة بسم الله ما شاء الله، يعني تقدري تطلعي حاجة، بس انت اهتمي قوي بدراسة العروض والاوزان بتاعتك. هي العروض اوزني سماعي، لو انت مش عايزة تدرسها بس اقعدي على الكلمة بودنك دي تمشي، بحيث ان احنا ما ننطش من منطقة لمنطقة تانية. دي حاجة. الملحوظة الأهم بقى، عايز أقول لك كوني نفسك، ما تكونيش حد تاني. طريقة الإلقاء بتاعتك جميلة، بس أنت عارفة هي بتاعت مين؟ هي مش لا بتاعت. مختلفة، مختلفة أستاذ أشرف. لا يا لا مختلفة. لا هي هي. أيوة أنا عارفة، أنا عارفة حضرتك. هي في شاعرة كبيرة أثرت على كل الجيل، على كل الجيل. لا بس هي نادرة مختلفة عنهم، مختلفة عن الشاعرة أميرة. أنا ما أتكلمش على أميرة على فكرة. واخد بالك؟ بتحاولي تدي نفس النتشة ونفس الشدة في الكلمة يعني. كوني نفسك، اقعدي على نفسك في إلقائك بطريقتك أنت خالص، حتى لو هتكون مش بالطريقة دي، لو هيكون المستوى أقل، بس هتكون أفضل إنها تكون أنت. وبالتوفيق يا رب. مش حضرتك تعقيب يا شيخ أحمد؟
لا ومفيش تعقيب، بس في اشاده بعد استاذنا اللي هي الانشوده بتاعتها او النص بتاعها قصير ولا ميزه. اه ده ما بتشرحش، مش تقول مثلا مثلا بتترجل مثلا في حوالي 20 بيت او 30 بيت، لا كل ما يبقى قصير يبقى افضل ويؤدي لمعنى اكبر. اه تمام حسن. لا هو تعقيبا على كلام استاذنا، هو في حاله بتستدعي تمام القصر وفي حاله بتستدعي الطول. يعني انا مثلا عندي قصيده يا شيخنا اتفضل 40 صفحه، مش هقول 40 بيت، 40 صفحه. اه بس هي حاله مختلفه. أوه. الحاله مفروض عليا كده، انا المفروض ان انا هوثق مثلا رحله من مسجد السيده زينب، توثيق تام لكل الاثار بتاعتنا لحد باب النصر. احسن تمام. من القلعه بقى للمغربلين للخياميه لشارع الغوريه لحد باب النصر وشارع المعز كاملا. اه دي قصيده برضه مش هنقدر نقول عليها حاجه تانية يعني. تمام احسنت. فدي تفرد معايا، لازم تاخد، انا هوصف حاجه حاجه. تمام. انما في الحاله بتاعتها هي الحاله اصلا حاله وجع صغنونه على قد سنها. تمام. فعبرت عنها في صدق شديد. برافو عليك. احسنت احسنت ما شاء الله. شكرا. وده بنشوف في القران الكريم ربنا عز وجل لما بيسر القصه بتكون مثلا مطوله حسب رحله النبي او الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. واي نبي او اي رسول. برضو الحبة بتاعت ربنا عز وجل بتبقى مدتها قصيرة في مثلا في نهاية المؤمنين أو نهاية الظالمين أو نهاية أي. طب ممكن حضرتك تقول لنا يا أستاذ أشرف بعض أبيات من القصيدة الأربعين صفحة دي؟ صراحة يعني أثرني الفضول بصراحة. في أكتر. عندنا أثرني الفضول. هي كانت حالة توثيقية، هي في ديوان في ربوع القاهرة. الديوان ده ربوع القاهرة. في ربوع القاهرة. آه. عمل معايا أنا حالة حلوة جدا يعني، كان هو عبارة عن أربع قصائد فقط في 160 صفحة. توثيق، إحنا الأول وثقنا شارع المعز كرحلة، وبعدين عملنا فضاء مصر على العالم وعلى المحيطين بها، وبعدين عملنا برضو قصيدة لعادات المصريين في الستينات. كان في إيه في الستينات؟ كان في حفلات أضواء المدينة، كان في عندنا شوادر مولد النبي، كان في عندنا برضو الكحك والبسكوت بس بالطرق بتاعت زمان بقى. إحياء للتراث الشعبي والتاريخي. إحياء يعني. للتراث وتوثيق. بالظبط. فأنا هقول لحضرتك بس مقطع صغير من في ربوع القاهرة اللي هو المدخل بتاع القصيدة نفسه. تمام. اتفضل. هي اللي طل الندى من فوق جبينها ياقوت، والضحكة من سحرها تزرع غيطان وبيوت. سلطان يا فجر العشق، خلتنا دوب دوبان، صوت وشوشات اسمها حاضر في كل أدان، صدق اللي قال من زمن حلواني بانيها، وأنا بقول فنان عجن الجمال فيها، نشأ البيان معجزة وآيات من الرحمن، إحنا جيران القمر أحفاد جدع فنان، نتمشى في ربوعك يم الضروب لبلاب، من جامع السيدة نوصل لآخر باب، الفتحة لأم العواجز وجبة على الحاضرين، بعد الصلاة والدعاء ناخد طريقنا يمين، ياخدنا من عندها شارع مراسينا، ريحة زمانه هلال طالون ينادينا، بمسجده العامر نقش البدع فينا. اكتفي لان هي هتسرح معايا. جميل 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 استاذ اشرف، وكلمات رائعه، واشكرك حضور حضرتك رائع طبعا. اشكرك اشكرك. طيب معانا اخر متسابق، الطفله ريتاج احمد هتقدم قصيده عليك رسولي. ريتاج يا جماعة. ريتاج اتأخرت زي أشرف بنا كده. نسيوها باين ولا إيه؟ ما أنتوا نسيتوني برضه، أنا ما أعرفش أنهي بوابة، رحت على بوابة أربعة. لأن أنا آخر مرة سجلت في أربعة. بعيدة شوية عنها. بعيدة. الاثنين. مسك المايك ريتاج، عرفي نفسك وقولي القصيدة.
أهلا بكم بقناة الصحة وجمال. أنا اسمي تاج أحمد، عندي 6 سنين. النهاردة رادي المايك شوية يعني. النهاردة هقدم لكم عن أغنية عليك رسولي. عليك رسولي صلاتي والسلام، حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم الخير الأنام. أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام، بالقدوة علمنا بالقرآن أرشادنا، علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير. عليك رسولي صلاتي والسلام، حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم الخير الأنام. أبشروا أبشروا فانا بنا رسول السلام، بالقدوة علمنا بالقرآن أرشادنا، طهرنا للصيام وساعة القيام، شوقنا للجنة ولقائه المن. طهرنا للصيام وساعة القيام، شوقنا للجنة ولقائه المن. تمام، شكرا لك يا ريتاج. خليك اسمعي تعقيب الشيخ احمد. احسنت. بسم الله ما شاء الله. الإلقاء بتاعها جميل، وكانت ماشيه حتى الإلقاء بالحركات بتاعتها، وده شيء كويس يعني. في صغر سنها او الإلقاء ده، الإلقاء يعني ما شاء الله تمام. الشيء الثاني عندها حضور كويس، وبتأدي ما شاء الله كويس، وصوتها برضه في دفء وحنين، وبرضه يعني عايزه تدريب شويه. عايز تدريب برضه، نفسك تاخديه واحد واحده ماشي، عشان تمتعنا كده وتمتع الجمهور ان شاء الله. ماشي يا ست ريتاج، عند حضرتك تفاصيل يا استاذ اشرف. لا هي جميله ريتاج، عايزه تدريب طبعا زي ما الشيخ قال. بس هي فيها ميزه، انا لاحظت ان هي عامله لنفسها مزيكا داخليه بتشتغل عليها لوحدها، مالهاش دعوه بالحياه. دي حاجه كويسه جدا يعني، برافو عليك. شكرا يا ريتاج. شكرا يا ريتاج، متشكرين. شكرا. طيب حضرتك بقى شيخ احمد، يعني نختتم الحلقه الجميله دي مع حضراتكم بالتهيل حضرتك كده تقدمه لنا ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله احنا في ذكرى، يعني ذكرى عزيزه علينا جميعا، يعني هي ذكرى من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه واله، فنقدم حاجه يعني. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا فرحة الدنيا بنور المصطفى، يا فرحة الدنيا بنور المصطفى، وبنور خير الكائنات محمد. يا فرحة الدنيا، يا فرحة الدنيا بنور الحبيب. وبنور خير الكائنات.
يا عزها يا سعدها يا فوزها يا حظها بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد دنيا على صوت الأذان وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. أشرقت شمس الهدى وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. ختامها مسك يا شيخ احمد طبعا يعني ربنا يبارك في صوت حضرتك يا رب ويجعلك دايما كده على مرايا في كل خير يا رب. وطبعا بشكر حضرتك يا استاذ اشرف على تعبك معانا وتقييمك المميز طبعا. احنا بنشكر البرنامج على اتاحه الفرصه للمواهب دي، ربما في المستقبل نسمع عن حد فيهم ان شاء الله يكون عمل بالتوجيهات وتوجه صح وربنا باذن الله التوجيهات طبعا حضراتكم باذن الله يستفيدوا منها ودايما في تقدم وربنا يوسع لهم دايما كل فرص كويسه ان شاء الله. السادة المشاهدين بشكركم جدا على متابعتكم الجميلة معنا واتمنى ان انا اكون قدمت لكم مجموعة من المواهب المتميزة ان هم يكونوا شعراء ومنشدين ان شاء الله في المستقبل ومتميزين، وتابعونا ان شاء الله في الحلقات الجاية. معانا لسه عدد من المواهب المتألقة برضو في الشباب والاطفال، وشكرا لكم وسعدت جدا بكم.